لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. المسألة كانت في صفحة نعم قاعدة في الواجب، ما اديتها لك في الواجب الجديد. المسألة دي صفحة 138 128 أنا آسف. المطلقة رقم 12 في مسائل الكتاب بتقول لك قا سيتا ناقص ضا سيتا الكل تربيع، اثبت انها تساوي واحد ناقص جا سيتا على واحد زائد جا سيتا. خلينا نفكر بس قوانين التحليل، من تحليل فرق بين المربعين او تحليل المقدار الثلاثي، لان ساعات بيدخلوا بعض المسائل. اول حاجه انا مش بتوصل المربع الكامل دوت، تمام؟ زي ما عملنا المره اللي فاتت، فاكر المربع الكامل الاول في نفسه زائد الثاني في نفسه وبعدين اثنين في الاول في الثاني، ونشوف كده دوت. هنقول الاول في نفسه ضاد تربيع سيتا زائد الثاني في نفسه ضاد تربيع سيتا، وبعدين الاول في الثاني تبقى ناقص 2 قا سيتا ضا سيتا، تمام؟ وهنخلي الطرف الايمن للنهايه الاكثر، انا اسف، لان الطرف الايمن هو الاكثر تعقيدا. هناخد القا دي ونجيب المقلوبه بتاعتها. القا هي مقلوبه مين؟ واحد على جتا، يبقى قا تربيع هي واحد على جتا تربيع سيتا. اما الظا فهنخليها جا على جتا، عشان يبقى مقامها متوحد مع الجتا. هنخليها ايه دي؟ هنخليها جا تربيع سيتا مقسومه على جتا تربيع سيتا ناقص 2 قا سيتا غطا ضا سيتا، عايزين نجيب القيمه بتاعتها. تعالوا على جنب كده نقول ان القا دي عباره عن واحد على جتا، صح كده؟ في لكن سؤال مفضل، اتفضل يا محمد. اتفضل حضرتك. انا دلوقتي بعيد المساله اللي خدناها المره اللي فاتت، بعيدها بس بشكل ابسط. المره اللي فاتت وزي ما قلت ده بيدينا امكانيه ان المتطابقه الواحده ممكن تحل باكثر من طريقه. بس احنا هدفنا نوصل لايه؟ لاقصر حل وابسط طريقه عشان ما نضيعش في الامتحان. هنجد الاثنين قا ص دي، هنمسك القا ونخليها واحد على جتا، اما الظا جا سيتا على جتا سيتا، فلما يضرب دول بسط في بسط ومقام في مقام، يبقى واحد في جا سيتا في جا سيتا، وجتا سيتا في جتا سيتا في جتا تربيع سيتا. يبقى خلينا متفقين ان دول قا سيتا قا سيتا هيديروا كمان، تمام؟ واحط لها الاثنين، يبقى اثنين في جا سيتا على جتا تربيع سيتا. كل المقامات اللي قدامك متوحدة، كلهم متوحدين، وكل المقامات بايه؟ بجتا تربيع سيتا. خلاص نبدا ناخد جتا تربيع سيتا كمقام موحد، ونطرح بقى ايه؟ النصوص كلها، او نجمع هنا في واحد، وهنا في جا تربيع سيتا، وهنا في ناقص 2 جا سيتا، تمام؟ خد بالكم هنعمل اللي فوق هيتحرك كمقدار ثلاثي، مقدار ثلاثي، بس خلي دي هنا ودي بعدها، يعني دي كانها بترتيب المقدار الثلاثي، واحد ناقص 2 جا سيتا زائد جا تربيع سيتا. حللها لي، حللها لي كمقدار ثلاثي. انت هنا مقدار ثلاثي الواحد واحد في واحد، والجاز تربيع سيتا بجا سيتا بجا سيتا، والإشارة الاثنين سوالب، لأن لما تكون إشارة الأخير موجب الاثنين بيطبعوا الأوسط، يبقى الاثنين سوالب. طب وتحت جتا سيتا، جتا تربيع سيتا اللي تحت دي، عشان توصل لده هنعوض عنها بدلالة الجا من متطابقة الفوارس الأصلية، ان جا تربيع سيتا بتساوي واحد ناقص جا تربيع سيتا. انا اسف، واحد ناقص جا تربيع سيتا، هنشيل دي ونحط واحد ناقص جا تربيع سيتا، ونحلل دوت كفرق بين مربعين. لما يتحلل كفرق بين مربعين دوت واحد وواحد، واحده موجب واحده سالب، وجا تربيع سيتا هي جا سيتا في جا سيتا، هيطير قوس من واحد ناقص جا سيتا مع قوس واحد ناقص جا سيتا، فبتفضلك في النهاية واحد ناقص جا سيتا فوق، وتحت واحد زائد جا سيتا اللي هو طرف
من غير ما نشتغل على الايسر خلاص وصلنا له من خلال تبسيطنا للعلم. كل الواجب هو على اليمين. تمام؟ كل الواجب اقدر طب يلا نشوف الواجب ايه حاجات الوقت. هذه المساله ديت اللي عنده حاجه وقت في الواجب نقولها ونناقشها. نمرة 13 من صفحة كام؟ 128 من صفحة 128 رقم 13 من صفحة 13 نازلة تقول 128 13 اسحب أن 1 على 1 زائد زفر سيتا تساوي سيتا على 1 زائد سيتا. انا اول مسألة ابسط من مسألة طيب فين في تساوي سيتا؟ تحت تساوي 1 زائد سيتا نعوض عليها بايه؟ لا سالفة لا 1 زائد زتا سيتا هي ليها متضاقة من أصله. دي 1 زائد زتا تربيع سيتا تساوي قتا تربيع سيتا. وده مش معناه قلتها قبل كده، ده مش معناه إن 1 زائد زتا سيتا يساوي قتا سيتا، لأ. كل المنطبقات مبنية على التربيع، منطبقات في ثاورس التسعة مبنية على التربيع. وهنا مفيش تربيع. تمام كده؟ يبقى 1 زائد زتا سيتا دي ما أقدرش إيه؟ ما أقدرش أخليها بقتا سيتا لان مفيش تربيع هنا. فايه هعمل؟ اجمع الاثنين دول. اجمعهم ازاي؟ بتوحيد المقامات. الواحد اللي فوق دي والزطه دي بتساوي ايه؟ جتا على جتا صح؟ يبقى دي هتساوي جتا سيتا على جا سيتا. والواحد ده بيساوي ايه؟ واحد على ايوه ما عشان واحد مقام يعني كنت ايه كده لو واحد على واحد اخليه ايه؟ جاء يا جاء على جاء جاء على جاء جاء يبقى اخليه جاء زيتا على جاء زيتا تمام كده؟ المقامات كده هتتوحد يبقى فوق عندك ايه؟ عندي واحد طيب والمقام الموحد تحت هو ايه؟ لا في جاتا اثنين يا رجل ما دام المقام هو هو ما تضلش تضرب بعض تمام؟ يعني هنا لما كان عندنا جاتا تربيع وجاتا تربيع وجاتا تربيع ما قلناش جاتا اس سته ما ضربناهمش ببعض ولما المقام هو هو ما ضربناهمش ببعض يبقى اذا المقام اللي هنا هو ايه؟ هو جا سيتا وفوق جا سيتا زائد جاتا سيتا صح كده؟ في قاعده خدناها زمان في الاعدادي بتقول ان مقام المقام بسط مقام المقام اللي هو مين هنا؟ الجا ده مقام للمقام يعني ادي المقام ادي المقام ده مقام مقام المقام يبقى ده اخوك تمام؟ فتصبح المساله جا سيتا على جا سيتا زائد جتا سيتا حلو الكلام؟ في اكثر من طريقه هنا ممكن نكمل بيها. المقدار اللي قدامك ده لو قسمت كل حدوده على نسبه معينه هيدي لك الطرف الايسر مباشره. لو قسمت كل حد من هنا على نسبه معينه تقسمهم على ايه دول؟ على جتا كلهم. بص ده لما يقسم على جتا هيبقى ضرب وده لما يقسم على جتا هيبقى واحد وده لما هيتقسم على جد اهي طبعا جمع ابدالي طبعا من ايه ان الواحد هنا ما جمع ابدالي ينفع تقسم على الجاز؟ ايوه ممكن ما انا قلت في طريقتين الطريقه اللي انا قلتها دي يا عبد الرحمن هتوصلك للطرف الايسر مباشره الطريقه اللي انت عايز تقولها اللي هي ايه؟ ان انا اقسم هتضطر تخليك تشتغل تاني على الطرف الايسر لانك لو عملتها مش هتوصل للايسر هتوصل لمقدار تشتغل على الايسر شويه عشان تقدر توصل له. يبقى مين الافضل؟ ان انا خلاص ما دام لقيت وسيله توصلني الايمن للايسر مباشره خلاص اتبعها. كل حد من الحدود قدامك لو قسمت على جتا سيتا كلها هتبقى
لنفس قيمة الطرف الأيسر. فدي لما تقسم على جتا سيتا هتبقى سيتا، ودي لما تقسم على جتا سيتا هتبقى واحد، ودي لما تقسم على جتا سيتا هتبقى سيتا. الطرفين يعني مثلا الطرف الاول هو الطرف الثاني بتاع الزاسيتا على واحد زائد حاجه وبقى. دلوقتي يعني دلوقتي يا كريم شغال على طرف واحد فقط ومش بادئ اصلا في الطرف الايه الثاني. فكريم بيقول باي حق تقسم على طرف وانت ما قسمتش طرف المعادله الثاني على نفس الشيء؟ كده المعادله تختلف. انت عايز تقول كده الكلام ده ما بيحصلش لما يكون طرفك عباره عن بسط ومقام، وحضرتك قسمت البسط وقسمت المقام على نفس الشيء، لان ده مش هيغيره. لو قلت لك 6 على 3 تمام، دي مش معادله، ما فيش يساوي هنا وما فيش طرف ثاني، لكنه عباره عن طرف واحد بس بسط ومقام. لو قسمت بسطه ومقامه على 3 قيمه الطرف مش هتتغير، صح؟ لو قسمت بسطه ومقامه 6 على 3 في 2 و3 على 3 في 1 تطلع ب 2، ما هي نفس القيمه اصلا في الاول، لانك قسمت مين ومين؟ البسط والمقام. غلط انك تقسم البسط بس. غلط. هنا غلط. لانك ما قسمتش الطرف الايه؟ الثاني. انما حتى لو كان معاك طرف واحد بس قسمته بسط ومقامه، طب انت لم تغير في قيمه ايه؟ في قيمه الطرف. ممكن نبدا بالطرف الايسر. نفس الفيلم. صحيح؟ ممكن نبدا بالطرف الايسر ونعمل نفس الفيلم. نخلي الظا دي، ممكن نخلي الظا زي ما هي، والظا اللي تحت دي نخليها جا على جتا، والواحد نوحد مقامه نخليه جتا على جتا، تمام؟ وبعدين نوحد المقام بجتا سيتا، ومقام المقام هيعمل ايه؟ هيطلع فوق في البسط. فلما يطلع فوق في البسط اللي هي الجتا هتطلع تنضرب في الظا. الظا اللي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن جا على جتا. فلما جاء على جتا تتضرب في الجتا، هتروح الجتا وتفضل لك الجاء، تمام؟ وتحت بعد ما وحدت المقام والله ده فوق دول هيضربك، تمام؟ احنا لما انت لما قلت واحد على جاء ستة زائد جتا ستة على جاء، طب كيف فهمت لما خليت الجاء ستة في البسط؟ اهو مش احنا قلنا مقام المقام بسط يا كريم؟ طب ما انت لو قلت واحد لو ضربت مثلا في واحد على جاء، لو ضربت في واحد على جاء هي دي بص دي تفسر كده واحد على انا بفسر لك حته ليه مقام المقام يبقى واحد واحد على جا سيتا زائد جتا سيتا على جا سيتا. ازاي الجا دي طلعت فوق الضربه في الواحد بمنطقيه القسمه بتاعت القسمه قبل ايوه علامه القسمه بنخليها ايه؟ بنخليها ضرب وبنجيب معكوس ضربي للناتج ده، صح؟ فلما هتجيب معكوس ضربي الجا دي اللي مقام المقام هتطلع فوق فتصبح بس فتنضرب في الواحد، ودول هم اللي هيفضلوا تحت في المقام. اهو لو كده تمام. اتفضل. ايوه بس لو انت شغال في معادله، لو انت شغال المعادله وانت الطرفين عمال تشتغل عليهم ايوه في ايوه حتى لو في اسم مسموح لي ان اقسم طرفي المعادله او اضرب طرفي المعادله في رقم معين. طالما انت يا محمد جميل شغال على الطرفين في نفس الوقت، تمام؟ طب انا شغال على طرف واحد وعايز اعمل فيه الحركه دي، اضرب في البسط وفي المقام او اقسم على البسط وعلى المقام، تمام؟ ايه تاني يا احمد منتصر؟ 2 و3 و4 بس 2 و4 2 و4 من فين؟ برضه من نفس الصفحة؟ ايوه نعم. امسح دول طيب؟ ولا حتى اصورهم؟ صورهم ماشي. Thank you.
4. نشوف رقم 2 الاول من صفحه 228 اللي بيقول لي ان علاقه سيتا ظطا سيتا على 1 زائد ظطا تربيع سيتا يساوي جا سيتا في جتا سيتا. وصلت المساله دي لو سلم ما فيهاش مشكله. اولا هنشتغل على الطرف الاكثر تعقيدا اللي هو ظطا سيتا انه الطرف الايمن. عندنا فوق ظطا سيتا وعندنا تحت 1 زائد ظطا سيتا. طب دي ايه؟ ظطا تربيع سيتا صح كده؟ يبقى دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ظطا سيتا على قتا تربيع صح كده؟ طيب نمسك دي فوق. مين دي؟ ظطا اللي هي عبارة عن ايه؟ على عبارة عن جتا سيتا مقسومة على جا سيتا على بص شرط الكسر ديت لما تبقى فكيت البسط اللي بسطه مقام خليها على كده عشان ما تبقاش اربع فضوات تحت بعض. فاهمين ازاي؟ يبقى شرط الكسر عشان الكسر عشان الكسر. طيب مين دي بقى؟ قتا تربيع فكها هي القتا مقلوبة مين يا احمد منتصر؟ القتا مقلوبة مين؟ جا مقلوبة الجا. يبقى قتا تربيع سيتا واحد على جا تربيع سيتا صح كده؟ دلوقتي هنستخدم الفي بديلا عن ايه؟ عن العلا ونعمل اقلاب معكوس ضربي فهتبقى جتا سيتا على جا سيتا في جا تربيع سيتا على واحد صح كده؟ دلوقتي هنعمل تبسيط بالمقصات خلصت هي الجا سيتا دي هتروح مع واحده من الجا تربيع سيتا فهتفضل هنا جا تربيع سيتا تنضرب الجا تربيع سيتا تبقى جا سيتا جا سيتا وده الطرف الايسر بالظبط تمام كده؟ يعتبر ما استخدمناش الا مطابقة الثيساورس اللي هي او يعني واحدة من ضمن مطابقات الثيساورس مع مطابقة المقلوبات بتاعت الظرف. طيب دي رقم 2، رقم قلت لي انت كام؟ 4. بص رقم 4 كلمة واحدة هتحلها. كلمة واحدة. 4 جنى تربيع سيتا على 1 ناقص جا سيتا. اثبت لي انها بتساوي 1 زائد جا سيتا. مين يقول فكرة ايه؟ ما لسه جاب بس بتساوي 1 ناقص جا سيتا. بس هتاخد الجتا تربيع سيتا وتحاول تكتبها بدلالة الجا عشان تقدر تكتبها بس كده. ازاي هنكتب الجتا بدلالة الجا؟ ما هو الجتا تربيع بتساوي 1 ناقص جا تربيع من مطابقة الثيساورس. يبقى هنشيل الجتا تربيع سيتا ونحط مكانها 1 ناقص جا تربيع سيتا وتحت 1 ناقص جا سيتا بس من غير تربيع. هنحلل اللي فوق كفرق بين مربعين صح كده؟ مش ده 1 ناقص جا تربيع سيتا؟ ليش صار؟ قسمتها قسمتها ابوه ولو صار على صار قلت ايه هو ده؟ كتبت الواحد على الواحد ادك واحد سالب على سالب ادك موجب وجا تربيع على جا ادت لك جا. انت كلامك ماشي صح بس دي صدفه غريبه جدا مش معناها ان دي منطقيه رياضيه ابدا. انا لو قلت لك بس معايا مثلا 6 زائد 9 على 2 زائد 3 مثلا بطريقتك انت هنقول ايه؟ ستة على الاثنين في ثلاثة موجب على موجب بموجب. انت بتقدر عملت طب انت عملت ايه؟ ده لو ضرب بتعمل كده الست جمع لا ايوه ما هو ده على طول اللي بيدكوا عليه. انا عايز اقول لك بس ان الطريقه دي خاطئه. ما ينفعش تجزء البسط وتقسم كل جزء منه على جزء من المقام. الكلام ده يحصل لو ضرب. برافو عليك. لو في 6 في 9 على 2 في 3 ممكن اخد الستة والاثنين اقسمهم والتسعة والثلاثة اقسمهم واضرب ما ينتج من عمليتي القسمة من جزئي القسمة. انما في الجمع والطرح الكلام ده ما يحصلش. في الجمع والطرح المقدار يقصر بالكامل مع بعض كقوس كامل مش اقعد اجزئه واقول الحتة دي على الحتة دي هتساوي الحتة دي على الحتة دي لا. تمام؟ هثبت لك المنطقية دي. 6 على 2 فيها 3 و9 على 3 فيها 3 وطبعا موجب على موجب موجب 3 زائد 3 6. بص اللي المفروض يحصل ده الكلام ده غلط. تمام
6 زائد 9 15 2 زائد 3 5 15 على 5 فيها 3 نتيجه مختلفه خالص تمام كده؟ يبقى احنا هنا مش هنجزئ القسمه. انا مش عارف انت دي اللي غلطت احمد ربيع ولا لا؟ مش عارف. لا بس انا فاهمها دي بس مش عارف ازاي. ما انت المعنى ده اصلا مهم. انت قلت ايه؟ واحد على امها ما انت عارف والاشاره بينه ايه؟ سالب. لا لازم تحلل وسهل الحل. بس هو بس انا اصلا ما قلتش ولا واحد. ما قلتش واحد ناقص جاز كده. انا واحد ناقص جاز قلت نقص واحده مثل ما واحده قلت اه ماشي انت كده ماشي صح. انا فهمتك معلش. انا خدها هو فكر في دماغه ان واحد ناقص جا تربيع سيتا عباره عن واحد ناقص جا تربيع سيتا واحد زائد جا لا واحد زائد عشان ده فرق بين ربعين واحد تبقى موجب واحده سالب فغير واحده منها مع دي ماشي صح كده. يبقى حالة تبقى واحد زائد جاسيتا في واحد ناقص جاسيتا على واحد ناقص جاسيتا هيروحوا دول يا شباب هيتفضل واحد زائد جاسيتا تمام. وده طبعا وصلنا للطرف ليس هو شرط ايه ده؟ تمام كده؟ عادي تتصور ده؟ هناخد حساب مثلثة كنا خدنا هندسة حسابات. أنا لو هندسة حسابات. ما جاش سجلت الصوت. يوم الجمعة إن شاء الله، أنت تتكلم على الفيلم ده.